السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده معانا النهارده. المراجعه النهائيه على منهج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024، مراجعه مهمه جدا وهي مجموعه من الامتحانات طبقا للمواصفات اخر العام من المعاصر. المراجعه النهائيه هسيب لكم في صندوق الوصف رابط تحميل المراجعه ونبدا مع بعض. الامتحان الاول listen and circle the correct answer، استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة from A, B, C و D من الأربع اختيارات. السؤال الأول listening، نسمع ونختار. I am Ferris. I am in grade 6. I always visit my grandma on the weekend. Last week I found a box of my old toys at my grandma's house. There was an action figure inside the box. There was a train set. 2. When I was younger, my favorite toy was a train set. يبقى السؤال الأول أسمع وحط دايرة. السؤال الثاني اختياري ولكن على كلمات المنهج. طبعا حلينا مع بعض كتاب جيم وكتاب المعاصر وامتحانات بيت باي بيت، وهتلاقوا مراجعات كتيرة موجودة على القناة. تشوز اختار. My favorite toy was a nut. It's soft and cute. ناعمة وكيوت، يبقى كادلي توي اللي هو الدبدوب. لعبتي المفضلة الدبدوب. مادام قال لي soft. The nut bird couldn't fly and was very weak. يبقى الطائر ما قدرش يطير وكان ضعيف جدا، يبقى injured المصاب. We use a nut to open glass bottles. بنستخدم ايه عشان نفتح ازايز الازاز؟ يبقى multi grip، وسيلة لفتح الازاز. Some tourists، بعض السياح. Like to stay، بيحبوا يقعدوا. In simple nut not large hotels. In simple accommodation، في وسائل إقامة بسيطة، ودي تبقى مهمة جدا للإيكو توريزم، للسياحة البيئية. السؤال التالت قطع ناقصة كلمات. Read and complete the text، اقرأ وأكمل النص. With the words in the box، بالكلمات. The ancient Egyptians، المصريون القدماء. Kept many animals، ربوا الكثير من الحيوانات. As pets، كحيوانات أليفة. They loved birds too، حبوا الطيور أيضا. Especially، خصوصا نقط. And the ibis، يبقى خصوصا فالكونز، الصقور وأبو منجل. Which represented، واللي مثل ليهم wisdom، الحكمة. There are thousands of not ibis mummified، في آلاف من طيور أبو منجل المحنطة. ده الدليل على أهميتها. المصري القديم ما كانش بيحنط غير الحاجات المهمة، الملوك والملكات، الطيور المهمة، فكان أبو منجل بالنسبة له مهم جدا. إن سقارة ألون، في سقارة لوحدها. All these not weren't only important. All their bits أو all these bits، كل هذه الحيوانات الأليفة ليست كانت مهمة for the ancient Egyptians everyday life، يعني ليست مهمة للحياة فقط. أمال إيه؟ they were also important، هم مهمين جدا in the afterlife، في الحياة الأخرى. it is therefore common، هم برضو كان شائع to find mummified bits، إن أنت تلاقي حيوانات أليفة and statues وتماثيل of animals للحيوانات in the tombs، في المقابر. tombs هنا بمعنى المقابر. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. read the text، اقرأ النص. and answer the questions، وأجيب على الأسئلة. Jack and his mother، جاك وأمه. were very poor، كانوا فقراء جدا. هنا كلمة حواليها أو تحتها خط، هيقول لي في معناها، هيقول لي عكسها، خلي بالي منها. go to the market، روح للسوق. and sell our last cow، وبيع اخر بقره لينا. said Jack's mother، ام جاك قالت له روح للسوق وبيع اخر بقره لينا. please get a good price، لو سمحت هات سعر كويس. جاك، يا جاك. on the way،
to the market في طريقه للسوق Jack met an old man Jack قابل رجل عجوز I have these special beans أنا عندي حبوب المميزة دي حبوب الفول أو الحبوب المميزة دي Do you want to buy them إيه رأيك تشتريهم يبقى الراجل عجوز عرض على جاك They will make you rich هيخلوك غني سيد زمان الراجل قال لجاك جاك بوت ذا بينز اشترى جاك البينز بات هيز ماذر بس امه واز فيري انجري كانت غاضبه جدا وي نيد فود احنا محتاجين طعام جاك نوت بينز مش بينز شي ثرو ذيم اوت اوف ذا ويندو رميتهم من الشباك سوري مام اسف يا امي سيد جاك قال لها اسف اي ثوت ذي وود هيلب اس اعتقدت ان ده ممكن يساعدنا جاك went to bed جاك راح ينام he was sad كان حزين and very hungry وجعان جدا أسئلة القطعة choose اختار the underline word poor كلمة poor فقير is the opposite of هنا عايز عكسها عكس فقير ايه rich غني جاك and his mother wanted أرادوا to sell their cow يبيعوا البقرة عشان يشتروا أكل جاك met the old man قابل جاك العجوز on his way في طريقه to the market للسوق هو رايح لبيع الكاب هو رايح يبيع البقرة answer أجب النوع الثاني من الأسئلة على القطع أجب how was Jack when he went to bed كيف كان جاك عندما راح ينام he was sad كان حزين and very hungry وجائع جدا Summarize لخص the text النص in one sentence في جملة واحدة ممكن نقول ايه Jack bought special beans اشترى جاك ال special beans from the old man من العجوز السؤال الخامس رتب I didn't like playing football at all. I didn't like playing football at all. لا أحب ألعب كرة قدم على الإطلاق وعشان نتأكد قالي I didn't like playing football at all عشان نتأكد ان احنا ما نسيناش حاجة What was the weather like ايه وصف حال الطقس What was the weather like They take turns هما بيتبادلوا الأدوار riding the donkey في ركوب الحمار They take turns riding the donkey السؤال السادس صحح read and write the correct form اقرأ واكتب الصيغة الصحيحة of the words between brackets للكلمات اللي بين قوسين I think أعتقد hopscotch is not أو قال very good but لما تلاقي but ولكن تبقى quiet هي إلى حد ما جيدة ولكن يبقى but ما اختارش very اختار quiet ولكن I prefer hide and seek ولكن بفضل استغماية they swim in the sea at 5 p.m. yesterday evening هنا امبارح الساعة 5 مادام حدد لي وقت محدد في الزمن الماضي تبقى ماضي مستمر يبقى زي ايه هو الماضي المستمر was aware وهنا عشان زي were they were swimming ضعفنا الحرف الام وحطينا اي ان جي عشان حرف القبل الاخير ساكن حرف القبل الاخير متحرك يبقى لو انتهى الفعل بحرف ساكن قبل حرف متحرك بضاعف الحرف الاخير وحط اي ان جي طب ليه حطينا were swimming عشان ده ماضي مستمر فترة محددة في الماضي بنكتويت علامات ترقيم Why is ecotourism a good idea? ليه السياحة البيئية فكرة جيدة؟ هنا ال W capital. طب وده سؤال عرفنا منين؟ بدأ ب W H question سؤال ب W H يبقى علامة استفهام يبقى علامة إيه؟ استفهام.
السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 50 كلمة باستخدام العناصر الإرشادية. Ancient Egyptian Artifacts، القطع الأثرية المصرية القديمة. أول حاجة بعملها بكتب العنوان في نص السطر. Ancient Egyptian Artifacts، العنوان بين علامات تنصيص. بسيب مسافة في أول سطر، هنا قال لي كلايمت مناخ، بيرسيرف يعني يحفظ. هسيب مسافة وأبدأ أحدد أفكار. ممكن أقول وي هاف، إحنا عندنا، سو ميني artifacts، الكثير من القطع الأثرية. وي هاف، إحنا عندنا، أهوت، هتكلم بقى عن المناخ. دراي كلايمت، مناخ جاف حار. ان ايجيبت، فين؟ في مصر. سو لذلك، ارتيفاكتس، القطع الاثريه، ارنت دامجد، لا يتم تدميرها او لا تدمر. باي كولد، طبعا البرد بيدمر، لكن المناخ الحار الجاف في مصر ده حاجه كويسه جدا. اند ويت ويزر، اند ويت ايه؟ ويزر. ذس هيلبس، ده بيساعد. تو بريسيرف ذم، في الحفاظ عليهم او حمايتهم. ممكن نكمل. The ancient Egyptians، عايزين 50 كلمة. The ancient Egyptians، المصريين القدماء. نيوزت، عرفوا. Certain materials، إن في مواد خام معينة. Could last، ممكن تستمر. For a long time، لمدة أطول أكيد طبعا. They built، هم بنوا. The pyramids، الأهرامات. With granite، بالجرانيت، وده كان معدن قوي جدا وصلب جدا. دي الفكرة، العنوان في نص السطر، أسيب مسافة أول سطر. ممكن أتكلم تاني وأقول إن هم استخدموا الأهرامات كمقابر، كانوا مهندسين حرفيين، كل ده صح. بس خلاص كده الباراجراف معقول، ما زودش قوي عشان ما تلخبطش. كده يبقى خلصنا الامتحان الأول. الامتحان التاني، السؤال الأول لسن زي ما تعودنا، نسمع ونحل. You learn many important life skills when you volunteer. You learn how to socialize and talk to people you wouldn't usually meet. Volunteering also gives you confidence. It's amazing to see how teenagers grow in confidence when they start volunteering. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. Choose the correct answer from A, B, C or D. اختار الإجابة الصحيحة من الأربع اختيارات. Tourism is important. السياحة مهمة. For the not in Egypt. For the economy، للاقتصاد طبعا في مصر. Water، الماء، لا. Plants، النباتات، لا. Weather، الطقس، لا. للاقتصاد. You can go quite fast، تستطيع أن تذهب سريعا إلى حد ما. أون نقط، ها أون رويال بليتس، طبعا ستول، كشك، شوب، محل، ما بخريطة، لأ. If something، لو شيء ما، is not، it happens and it is true، هو بيحصل، يبقى real يعني حقيقي أو واقعي. We should not money to help the poor. We should donate money، لازم نتبرع بالمال. To help the poor، لكي نساعد الفقراء. To help the poor.
السؤال التالت read and complete، اقرأ وأكمل the text النص with the words in the box بالكلمات دي. My name is Adam. طبعا تحاول تترجم الكلمات وبعد كده تحل. اسمي آدم. I like inventing new things. بحب اختراع أشياء جديدة. Last month. الشهر اللي فات. I made up. أنا اخترعت lots of games. الكثير من الألعاب. For my action. Action بتيجي معاها ايه؟ Figure. Action figure يعني شخصية مجسمة. زي سبايدر مان كده. When I was young. عندما كنت صغير. I loved rollerblades. حبيت rollerblades and skateboards. My sister منال. أختي منال. Has a نقط. A doll's house toy. يعني عندها أوقات لتوي على حسب ما هنقرا ونكمل. It's soft and cute. مادام soft وcute يبقى قاد لتوي. يبقى أفهم الفكرة قبل ما أحل. عندها دبدوب كده هو جميل جدا وناعم. I made up a نقط for my sister's doll. أنا عملت بيت للدمية للعبة أختي يبقى دولز هاوس. يعني بيت للدمية. Sometimes أحيانا we like to play بنحب نلعب إيه؟ Board games ألعاب لوحية. Together معا. السؤال الرابع 11 Read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة. A material المادة الخام is what something is made of هي مصنوعة من ايه او المادة الخام اللي هو الشيء مصنوع من ايه زي مثلا الكرسي مصنوع من الوود الخشب زي مثلا الازازة مصنوعة من جلاس الازازة. There are a lot of materials يوجد الكثير من المواد الخام in nature في الطبيعة around us حولنا. One of these materials واحدة من المواد الخام is clay اللي هو الطمي اللي بعمل منه الفخار. Clay is a natural material هو مادة طبيعية. Which is found close to the river Nile وجدت قريبة من نهر النيل. It comes from the river banks بتأتي من ضفاف النهر. We use clay to make boots بنستخدمه clay عشان نعمله أواني vases and pottery والفخار. Iron and gold الحديد والذهب are natural materials هي مواد خام طبيعية. We can find them ممكن نلاقيهم under the ground تحت الأرض. Rings الخواتم and necklaces والعقود are made of gold مصنوعة من الذهب. The ancient Egyptians المصريين القدماء also أيضا used a lot of gold استخدموا الكثير من الذهب in Tutankhamun's tomb في مقبرة الملك توت عنخ آمون. Gold is an expensive material يعني الذهب ايه مادة خام غالية طبعا. But it is also very durable ولكن متينة برضو. It can last a long time ممكن تستمر لمدة طويلة. Gates البوابات machines الآلات and the cars والسيارات are made of metal مصنوعة من المعدن. أسئلة القطعة. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. The general idea الفكرة الرئيسية أو الفكرة العامة of the text للنص is about materials عن المواد الخام. We get نقط from the river banks. بنحصل على clay من ضفاف النيل. The underlined word durable. كلمة durable يعني متين. Means strong معناها قوي. Answer أجب. What is a material? إيه هي الماتيريال؟ هقول a material المادة الخام is what something is made of يعني الشيء مصنوع من ايه. Summarize لخص the text النص in one sentence ممكن اقول there are a lot of يوجد الكثير من different materials المواد الخام المختلفة in nature في الطبيعة around us حولنا. السؤال الخامس رتب. The tree is in front of my house يعني الشجرة أمام بيتي.
The tree is in front of my house. In front of يعني أمام. بدأنا بالشجرة، حطينا الفعل اللي هو إيه؟ Is in front of my house، ثم فول ستوب. What was حاتم doing yesterday afternoon؟ يعني حاتم كان بيعمل إيه إمبارح بعد الظهر. What was حاتم doing yesterday afternoon؟ ده تكوين السؤال. علامة استفهام، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل أصلي. إيكو تورستس، السياح البيئيين. تيك كير أوف ذا إنفايرومنت، يعني بيعتنوا أو بيهتموا بالبيئة. يبقى إيكو تورستس تيك كير أوف ذا إنفايرومنت. السؤال السادس صحح. فاينالي، في النهايه، يو بويل ذا ووتر، اغلي الميه. نيكست، ثم يو بوت نودلز. لا طبعا، يبقى فيرست. ما دام في نيكست تبقى فيرست. اولا اغلي الميه، ثم حط النودلز. دو اسر اند ادم انجوي. انجوي من الافعال اللي بيجي لها الفعل في اي ان جي، يبقى انجوي ريدنج. هل اسر وادم بيتمتعوا بقراءه القصص؟ بانكت ويت، على ما التلقين. فريدة بليز ذا بيانو كوايتلي، تعزف فريدة على البيانو بهدوء. هنا الاف لازم تبقى كابيتال. طب ودي جملة تبقى فول ستوب. في النهاية نقطة. السؤال الثامن والأخير في الامتحان الثاني، اكتب باراجراف من 50 كلمة باستخدام العناصر الإرشادية. هيلبينج ذا كوميونيتي، عنوان الباراجراف مساعدة المجتمع. طبعا في مجموعة من الباراجرافات موجودة في صفحة 5 وصفحة 6، صفحة 4 و5 و6 في نفس المراجعة بتاعة المعاصر، ممكن نرجع لها ونفهم الفكرة، لكن احنا بنكتبه مع بعض عشان نطبق عملي. Helping the community، مساعدة المجتمع، العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. هنا جيب لي volunteer يعني يتطوع، وسبورت يدعم او يساند او يساعد. بستخدم الكلمات في كتابه ايه؟ باراجراف. ممكن اقول ايه؟ وي ستارتد، احنا بدانا. ا بروجكت، مشروع. كولد، يسمى. كوميونيتي هيلب، مساعده المجتمع. اسم المشروع بتبقى الحروف كابيتال. بدأناه فين يا ترى؟ at school، في المدرسة. we، احنا. we choose، احنا بنختار. something، شيء ما. we could do، نقدر نعمله. to support، عشان نساعد او ندعم. مثلا ايه؟ other people، الناس الاخرين. we، نحن. يبقى هنا ببدأ بوي وبحط الافكار. we have، احنا عندنا. ماشي. a lot of ideas، الكثير من الافكار. we volunteer، احنا بنتطوع. to do things، لكي نفعل اشياء. without money، بدون مقابل. for all people، لكل الناس. we are very happy، بنكون سعداء جدا. to do، لكي نقوم به. these things،
هذه الاشياء وهكذا. دي الفكرة. بدأنا الاول ان احنا عملنا مشروع مساعدة المجتمع، ثم بعد كده بنختار شيء بنقدر نعمله، ثم بعد كده عموما بقى بنستخدم زمن المضارع. عندنا الكثير من الافكار، بنتطوع عشان نقوم بالاشياء بدون مال او بدون مقابل سعداء. يبقى دي الفكرة نقدر نكمل عليها، نكتب عن مشروع واثنين عن ثلاثة، نكتب ان احنا ممكن نساعد في شراء مشتريات لكبار السن، في تنظيف الشوارع، في جمع القمامة. كل ده صح، يبقى بفهم الفكرة واكتب زيها. بيج 12 صفحة 12 والامتحان الثالث. السؤال الاول listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حاول الاجابة الصحيحة. from A B C O D، من الاربع اختيارات نسمع ونختار. I am writing a review of one of جحا's stories. the story is about a man who goes to the market with his son and a donkey. The setting is the countryside. Many years ago, two of the characters, the man and his son, take turns riding the donkey because it's a long journey. يبقى السؤال الأول استماع. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنع. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. From A B C O D، من الأربع اختيارات. Ecotourism، السياحة البيئية. Doesn't damage، لا تدمر. The environment، البيئة. It's sustainable، يعني هي مستدامة. Many birds، كثير من الطيور. Not to find warmer weather in winter، كثير من الطيور تهاجر لكي تجد طقس أدفأ في الشتاء، يبقى migrate يهاجر. A not is something، هي شيء ما. You get، بتحصل عليه. For doing a good job، للقيام بوظيفة جيدة. Or being helpful، أو كونك مفيد، يبقى reward مكافأة أو جايزة. Two not is to take part in something، تشارك في شيء. Take part in بتساوي participate، الاثنين بمعنى يشارك. السؤال الثالث قطعة ناقصة كلمات. The ancient Egyptians، المصريين القدماء. Were really smart، كانوا أذكياء حقا. About what they used to build، في الحاجة اللي استخدموها عشان يبنوا بيها. They knew that، عرفوا. Certain materials، إن في مواد خام معينة. Could not a long time، could last، قدرت تستمر لمدة أطول. They also knew that، أيضا عرفوا. The climate، إن المناخ. Got really hot and dry، يبقى حار وجاف. In Egypt، artifacts، القطع الأثرية. Aren't damaged، لم تتلف، المناخ حافظ عليها. Because of this climate، بسبب هذا المناخ. They used not، استخدموا ايه؟ To build the pyramids، يبقى استخدموا granite، الgranite، عشان يبنوا الأهرامات. Granite is a very hard stone، هو حجر صلب جدا. طبعا الجرانيت ومتين. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة. Read the text، اقرأ النص. And answer the questions، وأجب على الأسئلة. Once، ذات مرة. There were two brothers، كان في أخين. Who were very different، كانوا مختلفين جدا. The older brother، الأخ الأكبر سنا. Was the richest man، هو الأغنى. In the village، في القرية، كان أغنى واحد في القرية. He was rich، هو غني. هيسألني في معناها أو عكسها، مكتوب بخط سميك وجاي تحتها خط. هو غني. But he always wanted more money، بس كان عايز فلوس أكتر، كان طماع. The younger brother، الأخ الأصغر سنا. Wasn't rich، ما كانش غني. But he was kind، بس كان طيب. And shared what he had with his friends، وشارك اللي معاه مع أصدقائه. One day، في يوم من الأيام. The younger brother، الأخ الأصغر سنا. Found a bird، لقى طائر. With a broken wing، جناحه مكسور. Don't worry little bird، قال له ما تقلقش يا طائر الصغير. He said، هو قال له. I will look after you، أنا هعتني بك. He cared for the bird all winter، اعتنى بالطائر طول الشتاء. And when the bird
was strong again ولما الطائر بقى قوي تاني he said هو قال you can fly away now تقدر تطير دلوقتي. First أول الطائر اتكلم قال له أوان I want to give you a reward عايز أديك جايزة. said the bird الطائر اتكلم وقال plant this seed ازرع هذه البذرة in your garden في حديقتك and look after it واعتني بيها like you looked after me زي ما انت اعتنيت بيا. page 13 صفحة 13 وتكملة القطعة the brother الاخ planted the seed زرع البذرة and watched it grow into a huge plant ولقاها بتنمو نبات ضخم with big orange vegetables وخضروات برتقالية اللون كبيرة. when he cut one open لما قطع واحدة it was كانت full of gold مليئة بالذهب and silver والفضة. he was now هو دلوقتي الآن the richest man أغنى رجل in the village في القرية. شوز اختار the underline word rich is the opposite هنا عايز عكس غني عكسها بور فقير. there were not brothers في كم أخ هو قال لي two brothers. the younger brother cared for the bird اعتنى بالطائر all هو قال لي all winter يعني هو اعتنى بالطائر طول الشتاء. what was the younger brother's reward ايه كانت جايزة الأخ الأصغر سنا طبعا الطائر قال له خد البذرة دي واعتني بيها وزرعها وبقت نبات كبير جدا فلقاها مليانة بعد ما كبرت بالذهب وإيه والفضة. هقول يبقى جايزته it was إنها كانت مثلا إيه a plant نبات full of مليء ب gold الذهب and silver والفضة. How was the bird that the younger brother found؟ كيف كان الطائر اللي وجده الأخ الأصغر سنا؟ طبعا هقول it was a weak bird يعني كان طائر ضعيف with a broken wing وجناحه ايه مكسور. رتب why do we have so many artifacts ليه عندنا الكثير من القطع الأثرية. why do we have so many artifacts migrating birds fly very long distances الطائرات المهاجرة الطيور المهاجرة بتطير fly very long distances مسافات طويلة جدا. my old rubber blades are too small for me now يبقى الرول بليتس القديم صغير عليا الآن. my old rubber blades my old rubber blades are too small for me now. السؤال السادس صحح you mustn't take medicine when you are ill لا طبعا you must يجب أن تأخذ الدواء لما تكون مريض. can you speak quiet please ممكن تتكلم هادي ولا بهدوء أنا عايز هنا حاجة quietly ممكن تتكلم بهدوء لو سمحت. بنك تويت على مدى الترقيم جوحز stories are my favorite هنا الجي كابيتال طب ودي جملة تبقى فول ستوب قصص جوحة هي المفضلة ليا. السؤال الثامن اكتب باراجراف من 50 كلمة على animals in ancient Egypt الحيوانات في مصر ايه القديمة. اول حاجة هعملها هكتب العنوان في نص السطر animals in ancient Egypt العنوان بالعلامات تنصيص
هسيب مسافة أو سطح. هنا جايب لي سؤالين: What animals did the ancient Egyptians keep؟ الحيوانات اللي رباها المصريين القدماء. Why did they like these animals؟ ليه حبوا الحيوانات؟ هسيب مسافة وأبدأ أجاوب على الأسئلة. ممكن أبدأ وأقول مثلا the ancient Egyptians، المصريون القدماء، loved animals، أحبوا الحيوانات. and kept many، واحتفظوا بالكثير as pets، كحيوانات أليفة. they adored the cats، حبوا القطط جدا. مثلا there was a cat، كان في قطة. طبعا القطط كانت مهمة جدا في مصر القديمة. in almost، كان في قطة تقريبا. in almost every house، طب ليه حبوا القطط بالذات؟ ممكن اقول they believed that، اعتقدوا cats ان القطط looked after، اعتنت بهم ذم. and kept them سيف، وخلتهم في أمان. عايزين نكمل. طبعا احنا محتاجين 50 كلمة، فهنكمل. they were good pets، كانت حيوانات أليفة جيدة. because they cleaned themselves، نظفوا نفسهم. عايزين نكمل. and kept the houses free of pests، وخلوا المنازل خالية منين؟ من الحيوانات الضارة زي الراتس والسنيكس. and و kept the houses free of، خالية من pests، بس كده عشان المكان. لو كان في مكان كنا نقوله لايك. هنا لايك بمعنى مثل. rats and snakes، خليه من الفئران والثعابين. الامتحان الرابع، بيج 14، صفحة 14. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حول الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات هنسمع ونحل. yesterday was a wonderful day، I went to the Museum of Ancient History on a school trip. The museum was full of ancient Egyptian artifacts. Mr. Ashraf was our guide at the museum. He told us a lot of interesting information about the museum. We enjoyed our visit to the museum. يبقى نص استماع، اسمع واحد. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات. when people، عندما الناس، learn about wildlife، بيتعلموا عن الحياة البرية. they want to not it protect it، بيعوزوا يحموها. the farmers need a cat، يحتاج الفلاحون القطة. to eat the، عشان ياكلوا ايه؟ رات الفئران. to save the grain، عشان يحموا الحبوب بتاعتهم والمحصول. I will not when I play with my skateboard to protect my legs، عشان احمي legs بتاعتي. يبقى knee pads، واقي الركبة. gold is a popular metal، معدن محبوب. for making jewelry، او منتشر لصناعة المجوهرات. السؤال التالت أكمل. helping our community، مساعدة
your community مجتمعك is very important مهمة جدا. collecting money جمع المال for charities للمؤسسات الخيرية is called يسمى fundraising يعني جمع المال. fundraising it helps not get the money يبقى it helps charities بيساعد المؤسسات الخيرية charities في الحصول على المال زي نيد اللي بيحتاجوه. it's also هو ايضا good to give back في الرد الجميل. give back يعني يرد الجميل to the community للمجتمع. my advice نصيحتي is my advice to نقط نصيحتي للمراهقين teenagers is to volunteer ان هما يتطوعوا and help ويساعدوا if you can لو يقدروا. you will enjoy it ستتمتع. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة نقرأ قطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. My name is طارق اسمي طارق. I live in Luxor بعيش في مدينة الأقصر. My father works with computers أبي بيشتغل في مجال الكمبيوترات أو مع الكمبيوترات. He teaches me بيعلمني how to use computer إزاي أستخدم الكمبيوترز. I like to play video games بحب ألعب ألعاب فيديو. With my friends مع أصدقائي. But I like outdoor games most بس بحب أكتر بكتير الألعاب الخارجية اللي خارج المنزل أو الدور. My mother is a teacher أمي مدرسة. My parents never work on the weekend عمرهم ما بيشتغلوا في يوم الأجازة. We often go outside غالبا بنخرج. I like to play games بحب ألعب ألعاب. With my cousins مع أولاد عمي. And my friends وأصدقائي at the park في الحديقة. My favorite game لعبتي المفضلة is hide and seek الاستغماية. We run fast بنجري بسرعة. And try to hide بنحاول نستخبى. Sometimes أحيانا we draw squares بنرسم مربعات. To play hopscotch عشان نلعب لعبة المربعات أو الحجلة. My cousin ابن عمي عمرو is really good at skipping هو جيد في نط الحبل. It's very interesting حاجة شيقة. But it's difficult too بس هي صعبة أيضا. You have to practice a lot محتاج تتدرب كتير. We really enjoy our time together حقا تمتعنا بوقتنا. شوز اختار the underlined word really هنا really معناها ايه؟ معناها طبعا very really معناها very. page 15 صفحة 15 the writer's mother is a أم الكاتب هي شغالة ايه؟ اللي شغالة teacher. teacher يعني مدرسة. يبقى الأب شغال في مجال الكمبيوترات والأم شغالة مدرسة. there are not games mentioned the text في كام لعبة في النص. هو قال لي hide and seek الاستغماية hopscotch والhopscotch لعبة القفز وskipping نط الحبل يبقى قال تلاتة. what does the family do on the weekend ال هنا العائلة بتعمل ايه في يوم الأجازة. العائلة بيعمل ايه العائلة عمرها ما بتشتغل في يوم الأجازة هما بيخرجوا يبقى زي often go outside. summarize the second paragraph لخص الفقرة الثانية in one sentence اتكلمني على الألعاب. يبقى زي like playing many games بيحبوا يلعبوا الكثير من الألعاب. عايز تقول like hide and seek hopscotch and skipping مفيش مشكلة. السؤال الخامس رتب what are your favorite things ايه أشيائك المفضلة. what are your favorite things زمان looked زمان looked after the injured bird يعني الراجل اعتنى بالطائر المصاب. زمان looked after يعني اعتنى به the injured bird. لما painted a picture and bought
يبقى لما بنتد ابيكتشر اند بوت ان ذا اكسيبيشن. طبعا الافضل لما بنتد اند بونت ابيكتشر ان ذا اكسيبيشن. كنا حطينا ابيكتشر هنا، لما لونت وحطت الصوره فين؟ في المعرض. لما بنتد اند بوت ابيكتشر ان ذا اكسيبيشن. السؤال السادس، ذا لايبراري المكتبه از بيهايند تو، لا نيكست تو، بجوار ذا كمبيوتر روم. اف اي جو تو ذا سوبر ماركت، لو انا هروح للسوبر ماركت اي ويل بي جوار ماس اي ويل باي، هشتري سام رايس بعض رز. السؤال السابع، بنك تويت هاو كان وي هيلب اور انفايرمنت، ازاي نساعد بيئتنا؟ هنا الاتش كابيتال، وده سؤال بادئ بعلامه بادئ بآلات استفهام، يبقى في النهايه كويستشن مارك او علامه استفهام. السؤال الاخير، اكتب ايميل من 50 كلمه about migrating birds، يبقى عنوان الموضوع الطيور المهاجره، يبقى subject migrating birds. to your friend هاني، اسم المرسل ليه هاني بكتبه هنا هاي هاني، ثم كما your name السامي، سامي بكتبه تحت yours مثلا سامي صديقك سامي، your email address عنوانك اللي هتبعت منه سامي at gmail.com، يبقى from من مين؟ سامي at gmail.com. your friend's email address عنوان صديقك هاني at gmail.com to هاني at gmail.com، يبقى from عنواني عنوان الرسل تو عنوان المرسل ليه، subject الموضوع هاي هاني، هكتب مقدمة ممكن تبقى جملة وممكن تبقى أكتر، how are you كيف حالك، I hope you are well أتمنى أن تكون بخير، I'll tell you أبدأ أدخل بقى في الموضوع، أنا هقول لك about عن إيه migrating birds، واتكلم عن الموضوع بس عشان المكان بس ايه مش هننفع نتكلم، هنشرحه ان شاء الله الموضوع في اي باراجراف تاني، ثم اكتب الخاتمه سي يو سون، اراك قريبا، رايت مي باك، اكتب لي، ممكن الخاتمه تبقى جمله او اكتر، يبقى تاني فروم دي عنوان الرسل تو عنوان المرسل، سبجكت عنوان الموضوع هاي اسم المرسل، دي المقدمة، ثم بعد كده بكتب الموضوع، ثم بكتب ايه الخاتمة، ثم اسم الرسل. بيج 16 صفحة 16 الامتحان الخامس، السؤال الاول listen and circle the correct answer، استمع واختار وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة from A B C or D، سؤال استماع زي ما تعودنا نسمع وإيه ونحل، Asher loves playing all kinds of games، he plays games outside with his friends and at school he plays hopscotch and board games and board games. He also enjoys playing board games with his sister. Although she often beats him. يبقى السؤال الأول بسمع وبختار. السؤال الثاني اختياري على كلمات المنهج. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. Gold is a popular note to make jewelry. طبعا الذهب هو إيه؟ هو ميتال معدن. مش سلاح ولا قماش ولا حبوب. نقط are small balls، كرات صغيرة made of glass مصنوعة من الإزاز، يبقى marbles الكرات الرخامية أو البالي. The ancient Egyptians المصريين القدماء used نقط to hunt animals، استخدموا إيه عشان يصطادوا الحيوانات؟ weapons الأسلحة. I am not good at skipping، أنا لست جيد في نط الحبل. Let's نقط توجذر، يبقى هيا هيا نتدرب او نمارس معا، يبقى براكتس. اكمل القطعه بالكلمات، I am Laura اسمي لارا،
we're going to have the chance. هيبقى عندنا الفرصة to do أن نقوم ب some underwater photography بالتصوير تحت الماء on our vacation في أجازتنا. We'll set off on a tour هنبدأ في رحلة from the نقط in small boats from the beach من الشاطئ. في قوارب صغيرة and sail out ونبحر to places للأماكن where we can see many different kinds حيث نستطيع أن نرى أنواع مختلفة عديدة of نقط هتبقى of fish من السمك. There are beautiful bright colored fish في سمك ملون جميل. زير هناك as well as coral reefs بالإضافة للشعاب المرجانية. The tour is only on Monday and Wednesday الجولة يوم الاثنين والأربع فقط because this is a protected area لأنها منطقة محمية so there mustn't لا يجب أن يكون be too many trips هناك الكثير من الرحلات. السؤال الرابع قطع الأسئلة. Read the text, اقرأ النص and answer the questions. I am Tamer, اسمي تامر. At school في المدرسة we started a project بدأنا مشروع. About عن community help عن مساعدة المجتمع. We all had to choose something كلنا لازم نختار شيء. We could do نقدر نعمله to support other people عشان نساعد الناس الآخرين or things أو الأشياء in our community في مجتمعنا. There were lots of ideas يوجد أو كان يوجد الكثير من الأفكار. For example على سبيل المثال some people بعض الناس wanted to start a vegetable garden أرادوا أن يبدأوا حديقة خضروات in the school في المدرسة to grow fresh fruit عشان يزرعوا الفواكه الطازجة and vegetables والخضروات الطازجة. That was really popular دي حاجة كانت فعلا محبوبة حاجة شعبية. Other people الآخرين volunteered تطوعوا to help إن هم يساعدوا clean trash ينظفوا القمامة from river من النهر. So that لكي animals habitats بيئات الحيوانات are safer تبقى أأمن. I decided أنا قررت ذات أن I wanted to help children أنا قررت أن أساعد الأطفال in my school في مدرستي. I love sports أنا بحب الألعاب الرياضية so I started an after school club بدأت نادي بعد المدرسة to teach عشان أعلم the younger children الأطفال الأصغر سنة football skills مهارات كرة القدم. page 17 صفحة 17 وأسئلة القطع choose اختار. This text هذا النص is about هو عن ايه؟ عن helping the community مساعدة المجتمع. The underlined word popular means popular معناه lovely محبوب. A vegetable not is a good idea فكرة جيدة to support people in your community طبعا a vegetable garden هي فكرة جيدة لمساعدة الناس في المجتمع. Answer أجب What can Tamer do to help? Tamer يقدر يعمل ايه عشان يساعد؟ اقول he can start ويستطيع ان يبدأ an after school club to teach عشان يعلم the younger children الأطفال الصغار football skills مهارات كرة قدم. How can people save animals habitats إزاي الناس بيقدروا ينقذوا بيئات الحيوانات طبعا by helping
بواسطة مساعدة كلين في تنظيف تراش القمامة فروم ريفر مثلا، من النهر أو من بيئات الحيوان. السؤال الخامس، رتب. هاني enjoys playing with marbles، يتمتع هاني باللعب مع البلي. هاني enjoys playing with marbles. What is the moral of the story؟ ايه مغزى القصة؟ The ancient Egyptians made the pyramids from granite. يبقى عملوا الأهرامات من الجرانيت. The ancient Egyptians made the pyramids from granite. السؤال السادس، صح. The television، التلفزيون، is on front of، لا تبقى in front of، يعني امام. ذا كوتش هنا in front of، امام مش on. if هنا قاعدة if، if he not practice enough he won't pass his driving test، لو هو مش هيتدرب كويس مش هيجتاز امتحان السواقة. if مضارع will او won't والمصدر، دي حالة أولى اللي عندنا في المنهج بس ده منفي. طب if he doesn't practice، يبقى المضارع المنفي مع يوشو ات بحط doesn't. if he doesn't practice، لو هو مش هيتدرب بما فيه الكفاية مش هيعدي في اختبار السواقة. السؤال السابع، بنكتويت علامات ترقيم. they're excited، هم متحمسين. to learn about ancient Egyptian artifacts، هنا التي لازم تبقى كابيتال في بداية الجملة، عن التعلم عن الآثار أو القطع الأثرية المصرية. هنا Egyptian لازم إيه تبقى كابيتال، جنسيات. هنا النقطة موجودة مش باينة بس هي موجودة اهي، فأنا بعمل الحاجات اللي ناقصة. السؤال التامن، اكتب باراجراف من 50 كلمة على your favorite story، قصتك المفضلة. هكتب هنا my favorite story، العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، هسيب مسافة أول سطر. طبعا احنا خدنا قصة أو أشهر قصة هي قصة جحا وابنه والحمار، خدناها موجود في نفس المذكرة صفحة 4 و5 و6 أهم الباراجرافات. نفتح مع بعض صفحة 5 في نفس المذكرة ونقرأ الباراجراف ونفهم فكرته ونكتب زيه عشان نوفر وقتنا. بيج 5 من نفس المذكرة، قال your favorite story، هنا بس خليها my favorite story، قصتي المفضلة. هسيب مسافة اهو. I read a story، أنا قرأت قصة. of one of جحا's stories yesterday، واحدة من قصص جحا امبارح. the one about a man، هي عن رجل. who goes to the market، اللي بيذهب للسوق. with his son، مع ابنه. and a donkey، والحمار. the setting، هنا بيقول لي setting مكان ووقت حدوث القصة. the setting is the countryside، الريف. many years ago، من سنوات. يبقى المكان الريف، الوقت من سنوات. two of the characters، هيتكلم على الشخصيات. اتنين من الشخصيات، the man and his son، الرجل وابنه. take turns، بيتبادلوا الادوار. riding the donkey، في ركوب الحمار. because it's a long journey، لانها رحلة طويلة. when the boy rides the donkey، لما الولد يركب الحمار. the people they passed، او the people they pass، الناس اللي بيعدوا. say بيقولوا he should let his father ride، لازم يسيب ابوه يركب.
وين زمان رايد ذا دونكي. طب لما الراجل يركب الحمار زي سي ذات بيقولوا هي شود ليت هيز سون هاف اترن، لازم ابنه بقى يركب، مش عاجبهم حاجه. زين ثم زي سي ذا دونكي ماست بي تايرد، ثم بيقولوا اكيد الحمار تعبان. ان ذا اندنج في النهايه اوف ذا ستوري، في نهايه القصه زي بوث كاري ذا دونكي، الاثنين شالوا الحمار. يبقى الناس مش عاجبها حاجه، الولاد يركب طب ما ابوه يركب، الاب يركب طب ما الابن يركب، الاثنين يركبوا لا طب كده اكيد الحمار ايه تعبان. يبقى افهم الفكره واكتب زيها. بيج 18 صفحه 18 والامتحان السادس، السؤال الاول listening زي ما تعودنا نسمع ونحل. فريده حسن was born in Alexandria in 1994 as a child. فريده helped her mom buy her elder neighbor's shopping. فريده started preparatory school in 2006. Here she participated in her first volunteer event. She and a team of volunteers did a beach cleanup. In 2010, she organized her first charity event, delivering food boxes to families in the community. يبقى هنا الاسم بيتكلم عن فريدة حسن. سؤال تاني اختياري على كلمات المنهج. He wrote هو كتب النقط on a piece of paper على ورقة and put it in a bottle وحطها في إزازة. يبقى he wrote a message كتب رسالة وحطها في إزازة. We use النقط بنستخدم إيه؟ to pick up the trash عشان نجمع القمامة، طبعا جرابر. هو كده عصا معدنية في آخره صبعين وفي أوله زرار بضغط عليه بفتح وأقفلهم عشان أقدر أمسك القمامة. I enjoy أنا بتمتع نقط our boat with my father in the river Nile. يبقى أنا أتمتع to a sailing بالإبحار بالقارب مع أبي. ذا نقط is the person who tells the story الشخص اللي بيخبر القصة. مين يا ترى؟ narrator الراوي. اقرأ وأكمل النص بالكلمات اللي في الصندوق. هنا مجموعة من الكلمات. My friend علي صديقي علي and I وأنا were playing in the forest yesterday كنا بنلعب في الغابة امبارح. It was a lovely afternoon كان بعد الظهر يوم جميل. And the night was shining the sun والشمس كانت تشرق أو كانت تشع. We were hoping كنا نتمنى to see some interesting animals أن نرى بعض الحيوانات الشيقة and birds والطيور. When we were not in the distance لما كنا بنتمشى على مسافة walking we were walking. We saw strange house شفنا بيت غريب. علي decided قرر علي to go into the house يدخل إلى المنزل. I was a bit scared كنت خائف قليلا. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. Read the text اقرأ النص and answer the questions وأجيب على الأسئلة. The راس محمد ناشونال بارك محمية راس محمد on the Red Sea على ساحل البحر الأحمر is a fantastic area منطقة رائعة. هيسألني في إيه معنى فانتاستيك أو عكسها. For locals للسكان المحليين and tourists وللسياح to visit للزيارة. This beautiful area هذه المنطقة الجميلة on the Sinai Peninsula على شبه جزيرة سيناء is famous for its sea life مشهورة بحياتها البحرية. Warm water الماء الدافئ and amazing weather والطقس المدهش. People come from all over the world الناس بيجوا من كل أنحاء العالم to snorkel عشان يغطسوا and scuba dive here ويغوصوا هنا. You can see تستطيع أن ترى coral reefs الشعاب المرجانية and lots of والكثير من brightly colored fish السمك الملون and maybe sharks وربما قروش كمان. There is lots of other wildlife يوجد الكثير من الحياة البرية تو أيضا. And it is a great place وهي مكان رائع
for bird watching لمشاهدة الطيور. The national park المحمية is protected أو الحديقة هي محمية. But people are allowed بس الناس مسموح لهم to visit للزيارة because it is so beautiful لأنها جميلة جدا. Lots of visitors كثير من الزوار come بيجوا and ride boats ويركبوا قوارب or swim أو بيعوموا and snorkel ويغوصوا in the sea في البحر. Page 19 صفحة 19 وأسئلة القطعة. This text النص is about عن إيه؟ The رأس محمد ناشونال بارك محمية رأس محمد. The underline word fantastic هنا fantastic بمعنى رائع يبقى means wonderful هنا عايز معناها. The Red Sea is famous for البحر الأحمر مشهور بيه for its sea life بالحياة البحرية. Answer أجب أسئلة قطعة أجب. Summarize لخص. The second paragraph الفقرة الثانية in one sentence في جملة واحدة. هقول you can see ألخص الفقرة الثانية you can see a lot of تستطيع أن ترى الكثير من amazing things الأشياء المدهشة in the رأس محمد ناشونال بارك. What activities ايه الأنشطة can you do in the Red Sea اللي ممكن تقوم بيها في البحر الأحمر. You can ride boats تركب قوارب or swim and تسبح and snorkel وتغطس in the sea في البحر. رتب السؤال الخامس رتب. He is a clever and funny person. He is a clever and funny person. What problems ايه المشكلات does the desert habitat have اللي بتعاني منها البيئة الصحراوية. What problems does the desert habitat have. My brother is really good at hide and seek. أخي جيد جدا فين؟ في لعبة الاستغماية. My brother is really good at hide and seek. السؤال السادس صحح. He reading when his dad called him. هنا وين عندما ده ماضي بسيط لما ابوه نادى عليه هو كان بيقرا يبقى he was reading يبقى وين ماضي بسيط ماضي مستمر قبليها ماضي مستمر هنكتبها هنا بس عشان المكان والماضي المستمر was aware والاي ان جي ومعاه هي بحط was we prefer احنا بنفضل prefer بيقول الفعل في ان جي يبقى eating بنفضل اكل ووتر ميلون البطيخ. السؤال السابع علامة الترقيم. يسترداي امبارح I was on the beach. هنا الواي كابيتال خلاص هنا الاي لازم تبقى كابيتال في اي مكان في الجملة ودي جملة يبقى فول ستوب. السؤال الثامن والاخير اكتب ايميل من 50 كلمة to your friend اياد يبقى اسم المرسل اليه اياد. هكتب هنا هاي اياد او دير اياد او هالو اياد بس الافضل هاي عشان زميل يعني ايميل غير رسمي. about عن a description of your favorite game وصف للعبتك المفضلة يبقى الموضوع a description وصف of خلي هنا الايه كابيتال عالية
ماي فيفوريت جيم، يور تحول لماي. وصف لعبتي المفضلة، يور نيم از ماجد، اسمك ماجد، يبقى هنا يورز ماجد، اسمك ماجد، اند يور ايميل ادريس، عنوانك اللي هتبعت منه از ماجد ات ياهو دوت كوم، يبقى فروم ماجد زي ما الايميل مكتوب اكتبه زي ما هو، ما غيرش فيه اي حاجه، ماجد ات ياهو دوت كوم. يور فريندز ايميل ادريس، عنوان ايميل صديقك اياد ات ياهو دوت كوم، هنا تو اياد، الايميل مكتوب سمول اكتبه سمول عادي خالص، يبقى اياد اتياهو دوت كوم، يبقى فروم عنوانك اللي هو عنوان الرسل، تو عنوان المرسل، سبجكت الموضوع، هاي اسم المرسل، عايز مقدمه ثم الموضوع ثم الخاتمه، طبعا ما فيش مكان، ممكن اكتب بس المقدمه هاو ار يو، كيف حالك، ممكن المقدمه تبقى جمله او اكتر، I'll tell you، انا هقول لك، واكتب هنا بقى اسم الموضوع about a description of my favorite game، عن وصف لعبتي المفضلة، ثم اكتب الموضوع ثم الخاتمة جملة او اكتر. نفتح مع بعض صفحة 5 من نفس المذكرة المراجعة ونقرأ مع بعض الايميل. دي اجابة الايميل from، من مين؟ قلنا ماجد at yahoo.com، زي ما قلنا to لمين؟ لإياد at yahoo.com. subject الموضوع a description of my favorite game، وصف لعبتي المفضلة، هنا بدأ بدير اياد او هاي اياد كمان افضل، ثم كتب مقدمة I am happy to write this email to you، انا سعيد ان انا بكتب لك الايميل، how are you، كيف حالك، وبدأ يدخل بقى في الموضوع، يبقى دي مقدمة، نحفظ المقدمة في كذا جملة للمقدمة، بدأ بالموضوع اللي هي من اول هاو، من اول ماي، ماي فيفورت جيمز، العابي المفضله ار فيديو جيمز، هيبدأ بقى يتكلم عن الموضوع، اي دونت بلاي ذيم فيري اوفن، مش بلعبهم كتير، ذو مع ذلك، سم اوف ذا ايمجز ان مودرن فيديو جيمز، بعض الصور في العاب الفيديو ار اميزنج، مدهشه، اي هاف جوت ا نيو جيمز كونسول، معايا جيمز كونسول جديد، ويتش اي شير ويز ماي سيستر، بشاركه مع اختي، دي لعبه، ماي سيستر، ماي فيفورت جيمز ار وانز Where you build cities، العاب المفضلة بناء المدن، I have made a really big city، أنا عملت فعلا مدينة كبيرة، using different bricks، باستخدام طوب مختلف، it has animals and plants in it، فيها حيوانات ونباتات، يبقى كل ده الموضوع، هنا ما احتاجش الخاتمة عشان ما فيش مكان، فأ love ماجد أو yours ماجد، عايز تكتب خاتمة ممكن تزود هنا مثلا إيه، see you soon، أراك قريبا، أو write me back، اكتب لي او ويز ماي بيست ويشز، مع اطيب التمنيات، بيج 20 صفحة 20. الامتحان السابع، السؤال الاول listen and circle، استمع وضع دائرة، the correct answer، حول الاجابة الصحيحة، from A B C O D، من الاربع اختيارات، هنسمع ونختار، when I was younger my favorite toy was my skateboard، I loved going to the park and playing with my friends. They had skateboards too and it was really good fun. We all wanted to go so fast. My skateboard was black with orange and yellow stickers. On it, I had to wear a helmet. And knee pads. It really hurts if you fall off a skateboard. I got my first skateboard when I was eight, and it was quite small. I don't use it at all because I have a bigger one. يبقى السؤال الأول هو نص استماع، بسمع وإيه؟ وأحط دايرة. السؤال الثاني، choose اختار. Not is seeds. From plants، بذور من نباتات، used to make flower، تستخدم عشان نعمل دي، يبقى green، حبوب زي حبوب القمح، they go on نقط in the desert، on safari، بيروحوا في رحلة سفاري في الصحراء، we can نقط food together، I have a lot of sandwiches for us، we can share، ممكن نشارك الطعام معنا،
انا عندي الكثير من السندوتشات. There were not bits and statues of animals in the tombs. Mummified. في حيوانات محنطة وتماثيل للحيوانات في المقابر. السؤال التالت قطع نقص كلمات. I am مريم. اسمي مريم. I love my neighborhood. بحب منطقتي المجاورة. My neighbor ولاء. جارتي ولاء. Has always been kind to us. كانت دايما طيبة معانا. She used to not my mom. She used to help. اعتادت أن تساعد أمي. Help. When I was younger. عندما كنت أصغر سنا. She sometimes. أحيانا. Not after me. تبقى looked after. اعتنت بيا. Now she's getting a bit older. هي بقت أكبر دلوقتي قليلا. Getting a bit older. And it's sometimes difficult for her. صعب عليها. To go not go shopping. أن تذهب للتسوق. Go shopping. So I ask her what she needs. بسألها تحتاج إيه. Then I go to the stores. بروح للمتاجر. To buy it. عشان أشتري لها الحاجات. I really like to help her. أنا بحب أساعدها جدا. السؤال الرابع. قطع عليها أسئلة. توم's grandparents, جد وجد توم, lived by the sea, عاشوا بجوار البحر. The beach near their house, الشاطئ جنب بيتهم, was quiet, كان هادئ, and beautiful, وجميل. And he loved to go there with them, حب يروح معاهم. إلى هناك, they swam, عاموا, surfed, أبحروا, and played games on the sand, ولعبوا ألعاب على الرمال. One day, ذات يوم, they were swimming in the sea. كانوا بيعوموا في البحر. When Tom saw a glass bottle. لما توم شاف إزازة من الإزاز. مصنوعة من الإزاز. In the water. في الماء. Look, granddad. انظر يا جدي. He said. هو قال. Let's put it in the trash. يلا نحطها في القمامة. I have a better idea. أنا عندي فكرة أفضل. Said granddad. الجد قال لتوم عندي فكرة أفضل. Let's write a message. يلا نكتب رسالة. In a bottle في الإزازة. What's a message in a bottle? إيه الرسالة اللي في الإزازة؟ توم أسكت. سأله توم. You write a message. اكتب رسالة. On a piece of paper. على قطعة من الورقة. Fold the paper. اتني الورقة. And put it in the bottle. وحطها في الإزازة. And throw the bottle out to sea. ورميها في البحر. Someone else to find. لحد يلاقيها. Granddad replied. رد علي. The next day. اليوم التالي توم and his grandparents توم وجده وجدته went to the beach راحوا للشاطئ to throw the bottle عشان يرموا الإزازة into the sea في البحر. Page 21 صفحة 21 أسئلة القطعة. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A, B, C, و D من الأربع اختيارات. توم loved حب توم to go to the north with his grandparents يروح فين مع جده وجدته طبعا to the beach للشاطئ. توم فاوند وجد توم a not bottle in the water a glass bottle إزازة من الإزاز في المية. The opposite of the underlined word quiet عكس كلمة quiet quiet هادئ عكسها noisy ضوضاء. Answer أجب where did Tom's grandparents live أين عاش جده وجدة توم. They lived by the sea عاشوا بجوار البحر. They lived by the sea. Summarize. لخص the first paragraph. الفقرة الأولى in one sentence. في جملة واحدة. هقول توم loved visiting. توم أحب زيارة. His grandparents. Who lived اللي عاشوا by the sea بجوار البحر. السؤال الخامس رتب. The king was walking around the castle. كان الملك يمشي حول القلعة. The king was
walking around the castle. Animals need safe places to live. تحتاج الحيوانات أماكن آمنة للحياة. Animals need safe places to live. If I am hungry, I'll have a snack. لو أنا جعان هاكل وجبة خفيفة. If I am hungry, I'll have a snack. السؤال السادس صحح. She wears sunglasses. هي بتلبس نظارة الشمس لكي تحمي عينيها من الشمس. يعني ايه لكي؟ تو لكي، تو بروتكت، تو المصدر، لكي تحمي عينيها من الشمس. شيماء at all enjoys playing hopscotch. هنا عايز كلمة قبل الفاعل بتدي بمعنى جدا، يبقى really. الحاجة الوحيدة اللي تنفع really enjoys، هي تتمتع جدا بلعب الهوبسكوتش. السؤال السابع بانكتويت. I like to help my friends. أحب أساعد أصدقائي. هنا الـ I capital وفي نهاية الجملة full stop، والـ I في أول جملة أو في أي مكان في الجملة capital. السؤال الثامن، اكتب مدونة من 50 كلمة عن different ways، طرق مختلفة to help habitats، تساعد البيئات، باستخدام العناصر الإرشادية. اسمك عصام، دي مدونة. هنا قال لي drop letter يعني يرمي القمامة، زي desert الصحراء. لما اكتب المدونة ببدأ باسم الشخص ثم التاريخ، مفيش تاريخ، اكتب تاريخ الامتحان، ثم اتكلم واستخدم اي اوي. طبعا بكتب العنوان different ways to protect habitats، ثم ابدأ باي انا وي، بستخدم لغة كده بتكلم عن نفسي او علينا احنا. لو فتحنا صفحة 5 عشان هنا المكان صغير في نفس المذكرة هنلاقي المدونة، نقراها مع بعض ونفهم الفكرة عشان نكتب زيها. Page 5 صفحة 5، العنوان different ways to protect habitats، طرق مختلفة لحماية البيئات. هنا اسم صاحب المدونة عصام. Thursday الخميس 17th May 17 مايو. هنا بدأ وساب مسافة صغيرة، استخدم we اهو. We should all try، ينبغي أن نحاول. To protect، أن نحمي. Animal habitats، بيئات الحيوان كمقدمة. There are lots of different habitats، يوجد الكثير من البيئات المختلفة. In Egypt، في مصر. Such as، مثل. The desert، الصحراء. Sea، البحر. Mountains، الجبال. And the rivers، الأنهار. We mustn't waste water، لا يجب أو لا يجب أن نهدر المياه. Or drop litter، أو نرمي القمامة. We can recycle paper، ممكن نعيد تدوير الورق. So people don't cut down trees، فالناس ما يقطعوش الأشجار. We can also plant flowers، نزرع الورد، نزرع الورد. And plants، والنباتات. يبقى دي فكرة المدونة. بكتب العنوان، اسم صاحب المدونة، التاريخ، ثم بستخدم I أو we. Page 22 صفحة 22 والامتحان الثامن. السؤال الأول listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، حول الإجابة الصحيحة. I am Noor. Next month we're going on a tour at school to see birds and animals which live near the water. We'll travel along the river in small boats and camp in tents at night. We'll bring our cameras because we'll see some amazing things. We hope to see lizards and turtles as well as lots of interesting plants. However, we mustn't swim because there might be crocodiles. طب السؤال الأول استماع. السؤال الثاني هو اختياري. Choose the correct answer. على كلمات المنهج. The hungry bird، الطائر الجائع. Tried many times، حاول مرات عديدة. To catch a worm، اللي هو يصطاد الدودة عشان ياكلها. You should not older people's advice، ينبغي أن تحترم، respect، نصيحة الكبار. تو نقط، is to do a job، تقوم بوظيفة. To help others، عشان تساعد الآخرين. Without money، بدون مال. يبقى volunteer، يتطوع، يعمل بدون مقابل.
He is good at not game because he can hide very well. هو كويس في ايه؟ فبيقدر يستخبى. يبقى hide and seek في لعبة الاستغماية. السؤال التالت، اكمل القطعة. أميرة is a creative student. هي طالبة مبدعة. When she was little وهي صغيرة she really liked games. حبت الألعاب. That used اللي استخدمت a lot of imagination. الكثير من التخيل. imagination. She was really good at making up. هي كانت جيدة في ابتكار أو اختراع stories. القصص. She had a doll's house. عندها بيت للدمية. Some cuddly toys. وبعض الدباديب. And some action figures. وبعض الشخصيات المجسمة. She also enjoyed أيضا تمتعت playing outside. اللعب بالخارج. She liked playing volleyball. حبت تلعب الفوليبول. With her friends. مع أصدقائها. She was نقط جود ات فوتبول تو. يبقى كويت. هي الى حد ما جيدة في كرة القدم ايضا. السؤال الرابع، قطعة عليها اسئلة. The ancient Egyptians المصريين القدماء loved animals. حبوا الحيوانات. And kept many as pets. وربوا الكثير كحيوانات اليفة. They particular هم خصوصا. Adored هنا مش واضحة. الكلمة دي اهي adored. حبوا بشدة أو عشقوا. تحتها خط هيسألني في معناها أو عكسها. cats القطط. and there was a cat كان في قطة. in almost تقريبا every house في كل بيت. the ancient Egyptians المصريين القدماء believed that اعتقدوا cats looked after them إن القطط اعتنت بهم. and kept them safe وخلتهم بأمان. they were also good pets هي أيضا حيوانات جيدة. because they cleaned themselves عشان نظفوا أنفسهم. and kept the houses وخلوا البيوت. free of pests خالية من الحيوانات الضارة. like rats زي الفئران. and snakes والثعابين. this was particularly important ده كان مهم. for farmers للفلاحون. who produced اللي أنتجوا a lot of grain الكثير من الحبوب. the rats الفئران didn't eat the grain ما كلتش الحبوب. ليه ترى؟ because the cats لأن القطط ate the rats أكلت الفئران. page 23 صفحة 23. choose اختار. the main idea of the text الفكرة الرئيسية للنص. is not in ancient Egypt اتكلمنا عن ايه في مصر القديمة؟ عن أكيد بيتس الحيوانات الأليفة في مصر القديمة. the underlying word adored يعني كلمة adored معناها loved يعني حب. farmers needed cat احتاج الفلاحون القطط. to save the grain عشان يحموا الحبوب. summarize لخص the first paragraph الفقرة الأولى in one sentence في جملة واحدة. ممكن أقول إيه؟ animals الحيوانات particularly وخصوصا cats القطط were important كانت مهمة in ancient Egypt في مصر القديمة. why were cats good pets in ancient Egypt ليه القطط كانت حيوانات جيدة في مصر القديمة. because cleaned themselves نظفوا نفسهم. and kept وخلوا the houses المنازل free of pests خالية من الحيوانات الضارة. عايز تكمل؟ نكمل. like rats and snakes زي الفئران والثعابين. السؤال الخامس هتب. what could you do to help the environment تقدر تعمل ايه عشان تساعد البيئة. what could you do to help the environment the ancient Egyptians
liked to use gold. أحبوا يستخدموا الذهب. The ancient Egyptians. المصريين القدماء. liked to use gold. Children like to play games on the sand. يحب الأطفال أن يلعبوا الألعاب على الرمال. Children like to play games on the sand. السؤال السادس صحح. There is a photo. يوجد صورة. In the wall ولا on the wall؟ على الحائط مش في الحائط. على I go to الأزهر بارك. Two days ago. أجو يعني منذ. ده ماضي بسيط. يبقى I went. أنا روحت لحديقة الأزهر من يومين. السؤال السابع على ما الترقيم. First listen to the story carefully. هنا ال F capital. طب ودي جملة. يبقى full stop. السؤال الأخير. اكتب باراجراف من 50 كلمة على بروز اند كونز of video games. مزايا وعيوب العاب الفيديو. هنا جيب لي too much كثيرا جدا creative ممتع. بكتب العنوان في نص سطر بين علامات تنصيص. بسيب مسافة او سطر. ببدأ بالحرف الاول كابيتال. لو فتحنا مع بعض صفحة 4 من نفس المذكرة هتلاقوا رابط تحملها في صندوق الوصف. لاقي الباراجراف نقراه ونفهمه ونكتب زيه. بيج 4 صفحة 4 مزايا وعيوب الفيديو جيمز. بروز اند كونز اوف فيديو جيمز. العنوان بين علامات تنصيص. سيبنا مسافة. فيديو جيمز العاب الفيديو. Are a favorite thing. شيء مفضل. For many children. للكثير من الاطفال. They can be a problem. ممكن تبقى مشكلة. When you play them too much. لما تلعبهم كثيرا. However ومع ذلك. I think اعتقد. They can be great. ممكن تبقى رائعة. When you do something. لما تقوم بشيء. That is very creative. بيكون مبدع. Or exciting. او شيق. You can often play. تقدر تلعب. With your friends مع أصدقائك. تو أيضا. You can play. تستطيع أن تلعب adventure games. ألعاب مغامرة. Where you can solve a problem. حيث تستطيع أن تحل مشكلة. It can be fun. بيبقى متعة. دي الفكرة. أفهمها وأكتب زيها. Page 24. صفحة 24 والامتحان التاسع. Listen and circle the correct answer. استمع وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة from A, B, C, or D من الأربع اختيارات. نسمع ونختار. Cats are popular pets around the world. They are usually friendly. They are independent animals. They have sharp teeth. They have sharp claws and teeth. They use them when they are scared. Cats have soft fur, which is nice to touch. السؤال الثاني. اختياري على كلمات المنهج. Choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. From A, B, C, O, D. من الأربع اختيارات. Tourists like going and diving in the Red Sea to play coral reefs. السياح بيحبوا نقط والغوص في البحر الأحمر لكي يتمتعوا برؤية الشعاب المرجانية. يبقى snorkeling الغطس والغوص. هو دايما makes good decisions. بيتخذ قرارات حكيمة. Because his نقط his wisdom حكمته. يبقى قرارات جيدة بسبب حكمته. If we not money to charity, this will help the community. يبقى if we donate, لو تبرعنا بالمال للمؤسسة الخيرية, ده هيساعد المجتمع. Many years ago, من سنوات عديدة, teachers, المدرسون, used not to write on boards at school. استخدموا تشوك التبشير عشان يكتبوا على السبورات في المدرسة. السؤال التالت, قطع ناقصة كلمات. Read and complete the text. اقرأ وأكمل النص. With the words in the books. بالكلمات. I like reading stories. أحب أقرأ القصص أو بحب قراءة القصص. My favorite نقط is the hare and the tortoise. يبقى my favorite story. قصتي المفضلة.
الأرنب والسلحفة. The knot is the forest، يبقى the setting مكان حدوث القصة هو الغابة. setting the characters الشخصيات are the hare and the tortoise، الأرنب والسلحفة. one day ذات يوم the hare asks the tortoise، بيطلب الأرنب من السلحفة to make a race، يعملوا سباق. to know عشان يعرفوا who is faster، أيهما أسرع. in the note of the story in the ending، في نهاية القصة the tortoise wins the race، السلحفة تفوز بالسباق. السؤال الرابع، قطع لأسئلة. once ذات مرة there was a boy، كان يوجد ولد called Peter، يسمى بيتر. who lived in a village، عاش في قرية. he worked as a shepherd، اشتغل كراعي للأغنام. looking after sheep، يعتني بالأغنام أو بالخراف. every day، كل يوم. he took the sheep up the hill، خد الخراف على التل. and rested، واستراحة. while the sheep، حيث الخراف. ate the delicious grass، بيأكل العشب اللذيذ. one day، ذات يوم. he felt bored، شعر ان هو متضجر او متضايق. he decided to have some fun، قرر بعض المتعة. with the villagers، مع سكان القرية. wolf wolf، ذئب ذئب. he shouted، هو زعق. the villagers come up to the hill، سكان القرية صعدوا إلى التل. to save the sheep، عشان ينقذوا the sheep. there was no wolf، ما فيش أي ذئب. he loved at them، ضحك عليهم أو سخر منهم. بيتر، يا بيتر، you must tell the truth، يجب أن تقول الحقيقة. said the villagers، سكان القرى قالوا له كده. بيتر made up the same، بيتر اخترع نفس. untrue story، القصة الغير حقيقية. again and again، مرة تانية ومرة تانية. the villagers were angry، كانوا غاضبين جدا. and told him، وقالوا له it's bad، من السيء to tell untrue stories، ان انت تقول قصص غير حقيقية. they went back to the village، رجعوا للقرية. later that day، بعد كده a real wolf came، ظهر ذئب حقيقي. the boy shouted، الولد صاح زعق. but no one came to help، ولا واحد جه يساعد، طبعا عشان هو كذاب. the wolf، الذئب، ate all the sheep، اكل كل الخراف. the boy felt sorry، شعر الولد بالاسف من اللي حصل طبعا. page 25، صفحة 25. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C O D، من الأربع اختيارات. the boy lived in a knot، عاش الولد فين؟ in a village، في قرية. the boy looked after، اعتنى ب some sheep. the boy felt knot at the end، felt sorry، طبعا من اللي عمله، في الآخر الخرفان اتاكلت بسبب ان هو كان كذاب. What's the moral of the story؟ ايه مغزى القصة او ايه الدرس المستفاد من القصة؟ you should tell the truth، ينبغي ان تخبر الحقيقة. why were the villagers angry with Peter؟ ليه سكان القرية كانوا غضبانين من بيتر؟ because he said، لأنه أو he told them، لأنه أخبرهم untrue stories، قصص غير حقيقية أو كذب. السؤال الخامس، رتب. What is your favorite game؟ إيه لعبتك المفضلة؟ What is your
فيفوريت جيم. وي mustn't leave trash on beaches، لا يجب أن نترك القمامة على الشواطئ. على الشواطئ. We mustn't leave trash on beaches. She organized a fundraising event. هي نظمت حدث لجامع التبرعات. طبعا لمساعدة المؤسسات الخيرية أو الناس. السؤال السادس صحح. At 7 p.m. yesterday، الساعة 7 امبارح بالليل. I do my homework. لا، I was doing. ليه يا مستر؟ زمن ماضي مستمر. قال امبارح وحدد لي وقت امبارح، يعني ساعة محددة. يبقى حدث في الماضي في وقت محدد، ماضي مستمر. طب الماضي المستمر ايه تكوينه؟ was a will وال ing. هنا مع I هتبقى was doing. Did you had a nice weekend؟ did you بتيجي معاها المصدر اللي هي have. المصدر من had have. بنك تويت علامات ترقيم. some birds بعض الطيور. can fly ممكن تطير. very long distances مسافات طويلة جدا. هنا الاس كابيتال. طب ودي جملة، يبقى فول ستوب. عرفنا ازاي ان هي جملة بادئة بsome birds بعض الطيور. السؤال الثامن، اكتب باراجراف من 50 كلمة عن ايكو توريزم، السياحة البيئية. العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. اسيب مسافة اول سطر. هنا قال لي سستينابل يعني مستدام، وهوتيلز فنادق. هنفتح مع بعض من نفس المذكرة اللي رابط تحملها في صندوق الوصف، بيج 5 صفحة 5، ونقرا مع بعض الباراجراف عشان هنا المكان صغير. نفهم الفكرة ونكتب زيها. ايكو توريزم، السياحة البيئية، ده العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. سيبنا مسافة في أول سطر وبدأنا. قلنا مثلا توريزم از امبورتنت، السياحة مهمة. but ايكو توريزم از بيكامينج فيري بوبولار، بس السياحة البيئية أصبحت ايه؟ أكثر شعبية. تو أيضا ايكو توريزم is a way، هي طريقة of traveling للسفر that doesn't damage the environment، لا تدمر البيئة. it's more sustainable، هي أكثر استدامة than traditional tourism، من السياحة التقليدية. يبقى أول حاجة هنا عمل مقارنة، قال السياحة مهمة والسياحة البيئة أهم أو أكثر شعبية، والسياحة البيئة عرفني بيها إن هي طريقة للسفر لا تدمر البيئة وهي أكثر استدامة. and it is designed to protect nature، ومصممة لكي تحمي الطبيعة. people stay يعني يقيم الناس in simple accommodation، في وسائل إقامة بسيطة. not large hotels، مش فنادق كبيرة. they mustn't travel، لا يجب أن يسافروا. in ways، بطرق. that cause lots of pollution، بتسبب الكثير من التلوث. يبقى دي فكرة الباراجراف، العنوان بين علامات تنصيص، بسيب مسافة الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب، والسطر التاني من الأول عادي. أفهم الفكرة وأعمل زيها. الامتحان العاشر والأخير من امتحانات المراجعة النهائية، بيج 26 صفحة 26. listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حول الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات. نسمع ونحل. ريم loves reading، so she decided to help in the kindergarten class on Thursday by reading to the children with the younger children، and they like it too. We're standing up a project where they think of their own stories next week. السؤال التاني، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة على كلمات المنهج.
hot dry climate، مناخ جاف حار. can help to، ممكن يساعد في ايه؟ and keep old artifacts، يبقى preserve يحمي ويحافظ على القطع الأثرية القديمة. what's your favorite nut؟ it's hopscotch، يبقى what's your favorite game؟ ايه لعبتك المفضلة؟ hopscotch. every story، كل قصة should have a nut that the writer wants to teach us. teach us، كل قصة لازم يكون عندها moral، مغزى أو درس مستفاد الكاتب عايز يعرفه لنا. not are very good birds، are very strong birds، طيور قوية. ancient Egyptians loved them، تبقى falcons، الصقور. السؤال التالت، قطع ناقص كلمات. to be a good citizen، لكي تكون مواطن صالح أو جيد، you should respect others، ينبغي أن تحترم الآخرين. you should be، ينبغي أن تكون. be not and kind، be polite، أن تكون مؤدب. وطيب، to your neighbors، مع جيرانك. help people، ساعد الناس. who are old، اللي هم كبار السن، or sick، أو المرضى. call your neighbors، اتصل بجيرانك. to not have، to ask، عشان تسألهم. how you can help، ازاي تساعد. you can offer to do their، ممكن تعرض ان تقوم ايه، تعرض عليهم ان تقوم بالشوبينج، بالتسوق، تساعدهم في المشتريات. or do jobs، او تقوم بالوظائف. for them at home، ليهم في البيت. being helpful، ان تكون مفيد، او كونك مفيد، is very important، مهم جدا. السؤال الرابع، قطع عليه اسئلة. There are many different kinds of games، يوجد العديد من الأنواع المختلفة من الألعاب. some of them، بعضهم، can be played، ممكن تتلعب، outside في الخارج، like hide and seek، زي الاستغماية، and hopscotch، والهوبسكوتش. other games، الألعاب الأخرى، are played inside، ممكن تتلعب في داخل، أو في داخل المنزل، like video games، زي ألعاب الفيديو. the most popular، هنا يسألني في كلمة popular، يعني ايه popular؟ ممكن تبقى بمعنى مثلا مشهور او محبوب. indoor games، اكثر الالعاب المحبوبة في الداخل، are video games. some of the images، بعض الصور. in modern video games، في العاب الفيديو، are amazing، مدهشة. I have got a new games console، انا جبت دراع للالعاب جديد. which I share with my sister، بشاركه مع اختي. she enjoys playing adventure games، بتتمتع بلعب ألعاب المغامرة. where you can go to different places، حيث تستطيع أن تذهب إلى أماكن مختلفة. to find something important، لكي ترى شيء مهم. or solve a problem، أو تحل مشكلة. they can be difficult، بيبقى صعب. but I think، ولكن أعتقد. they can be fun، إن هو متعة. because they're so excited، لأنه شيق جدا. video games can be a problem، ممكن تبقى مشكلة. when you play them too much، لما بتلعبهم كثيرا. however، ومع ذلك. I think، أعتقد. they can be great، بيبقى رائع. when you do something، لما تقوم بشيء. that is very creative، مبدع جدا. or exciting، أو شيق. you can often play، غالبا تقدر تلعب. with your friends too، مع أصدقائك أيضا. page 27، صفحة 27. وأسئلة القطعة، شوز، اختار. the main idea، الفكرة الرئيسية. of the text، للنص. is about، عن ايه؟ اتكلمنا عن ايه؟ عن الفيديو جيمز، ألعاب الفيديو. the underline word popular، كلمة popular means، معناها ايه؟ أكيد famous، مشهور. The writer shares the new games console with his or her، بيشاركه مع مين؟ with his مثلا sister، مع أخته. answer، أجب. النوع التاني من الأسئلة على القطع، answer، أجب. when can video games be a problem، إمتى ألعاب الفيديو بتبقى مشكلة؟ أقول when you play them too much، لما بتلعبهم كثيرا. when you play them
too much. Summarize the third paragraph. لخص الفقرة الثالثة in one sentence. في جملة واحدة. ممكن أقول إيه؟ Video games can be a problem أو can be dangerous. ممكن تبقى خطيرة أو ممكن تبقى مشكلة. السؤال الخامس. رتب. Who is the main character in the story؟ من الشخصية الأساسية في القصة؟ Who is the main character in the story؟ It's great to do something creative. يعني من الرائع تقوم بشيء مبدع. We mustn't scare the birds. لا يجب أن نخيف الطيور. السؤال السادس. صحح. People stopped write letters a long time ago. هنا stopped بجرار اي ان جي بمعنى توقف عن. يبقى writing اشيل الاي واحط اي ان جي. writing. الناس توقفت عن كتابة الخطابات منذ وقت طويل. How do we go to school to learn؟ تبقى واي مش هاو. ليه بنروح المدرسة؟ لكي نتعلم. to learn. السؤال السابع. بنك تويت علامات ترقيم. احمد is making up new games. اسماء الاشخاص كابيتال سواء في بداية الجملة او في اي مكان. اسماء الاشخاص كابيتال. دي جملة بدأ باسم يبقى فلو ستوب. السؤال الثامن والاخير. اكتب ايميل من 50 كلمة to your friend ايه. لصديقتك ايه. هكتب هنا هاي او دير ايه. عزيزتي ايه. About materials عن المواد الخام in ancient Egypt في مصر القديمة. ده الموضوع هتبقى materials. قدام subject اكتب عنوان الموضوع materials in ancient Egypt. Your name is Nesma. اسمك نسمة. يبقى yours أو love. نسمة هنا اسم الاسم. Your email address عنوانك is nesma@gmail.com. يبقى من مين؟ يبقى from nesma@gmail.com. Your friend's email address عنوان ايميل صديقتك aya@gmail.com. تبقى تو لمين؟ aya@gmail.com. يبقى دلوقتي طلعنا 5 بيانات. from عنوان الراسل، تو عنوان المرسل اليه، subject الموضوع، هاي اسم المرسل اليه، love اسم الراسل. اكتب مقدمة موضوع خاتمة. زي ما قلنا قبل كده المقدمة ممكن تبقى جملة او اكتر. How are you؟ كيف حالك؟ I am happy. أنا سعيدة. To send you. إن أنا أبعت لك. This email. هذا الإيميل. To tell you about. عشان أقول لك عن. وأبدأ أدخل في الموضوع مثلا عن materials in ancient Egypt. وأبدأ أشرح بقى. 3 جمل مثلا. ثم بعد الموضوع مفيش هنا مكان فهنسيبوه تكتبوا واجب. ثم الخاتمة. ممكن الخاتمة اقول see you soon اراك قريبا. ممكن اقول write me back اكتبي لي. ممكن اكتب with my best wishes مع اطيب التمنيات love نسمع. يبقى دي فكرة الايميل. وبكده يبقى خلصنا امتحانات المراجعة النهائية بالكامل 10 امتحانات.
ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.